لقد أفسد لعبة الحلبة الخاصة بأمري ييلز وطرده من القصر. يواجه أمري ييلز، لقد رأى كل شيء. علية يريد إقناع أمري لكنه يفشل. سوف تغادر ييلز القصر. عندما علمت هيكران بحالة درويش، هرعت إلى المستشفى. تضع ييلز خطة جديدة أثناء مغادرة القصر. تتظاهر ييلز بأنها اصطدمت بدراجة نارية وتخبر علي أنها تعرضت لحادث. تعود ييلز إلى القصر. الأطباء يرسلون درويش إلى المنزل من المستشفى. تقول كريمان إنهم طردوا من المنزل. على الرغم من أن هيكران وأليف كان غاضبين من هذا الموقف، إلا أنه حدث. سوف ينتقلون إلى منزل الدرويش. هيكران وإليف يحضران درويش إلى منزلهما. ملاك تريد رؤية هيكران. أمري يدعو هيكران. تواصل ييلز لعبتها بالقول إنني تعرضت لحادث في القصر وطلبت من أمري الاعتناء بها. أثناء رعايتها لام هيكران درويش، تقابل سونر عندما تغادر المنزل لشراء الدواء. يلوم بيركاي على ما حدث لإليف درويش. يقوم بيركاي بترتيب ورشة التصليح. أليف تطرد بيركاي. يطلب بيركاي من والده شراء المعجنات. يشتري بيركاي محل الحلويات ويجعل جلال يوقع العقدة. ييلز está enojada por la foto que vio. Rompe la foto. Emre le dice a ييلز que no presione a Melek con respecto al compromiso. Cuando ييلز expresa sus quejas sobre Ikran, Emre la repugna. Ikran intenta hacer feliz a Melek. ييلز hace un plan para poner a Ikran en una situación difícil y deja un anillo en su bolso. Como resultado de los esfuerzos de Ikran, logra hacer que Melek vuelva a hablar. Ella levanta al anfitrión diciéndole que su anillo está perdido. Cuando Ikran se entera de la situación de Derviz, actúa de inmediato. Cuando ييلز acusó a Ikran sobre el anillo, el juego de ييلز se arruinó cuando Emre la mostró sosteniendo el anillo en su mano. Emre echa a ييلز de la mansión. Es donde Elif y Berkay se refugiaron para esconderse de Soner. Soner perdió la esperanza y se fue. Elif no le dice a Ikran que Soner los persigue. Derviz se enfrenta a Celal y dice que lo sabe todo. Celal decide deshacerse de Derviz. Mientras Derviz repara el coche, Celal llega sin ser visto y baja el gato. Derviz se queda atrapado debajo del coche. Berkay encuentra a su amo atrapado debajo de un coche y pide ayuda. Elif, Berkay y Celal llevan a Derviz al hospital. Celal culpa a Berkay del accidente. تم القبض على ييلز من قبل إمري بينما كانت تقص فستان خطوبتها في غرفتها. إمري قلق بشأن خطوبته لوضع ييلز وملك. تبذل هيكران قصارى جهدها لإعادة ملك إلى سابق عهدها. ملاك تخاف من ييلز. يلاحظ هيكران هذا. كملاذ أخير، يتم إحضار معلم إلى قصر ملاك. المعلم يقدر هيكران فيما يتعلق بملك. بينما يبذل إمري وهيكران قصارى جهدهما لإسعاد ملاك، تعتقد ييلز التي تراهما يقتربان أنهما يقبلان بعضهما البعض، لأنها ترى ذلك من الزاوية الخاطئة وتصاب بالغيرة. يشك درويش في تصرفات جلال ويطلب من صديقه في الشرطة التحقيق. ونتيجة للتحقيق علم أن جلال مجرم سابق. على الرغم من تطفل جلال على إليف، إلا أنه لا يحصل على أي رد. أخيراً أمسك سونر بإليف ووجه مسدساً إلى رأسها. بيركاي ينقذ إليف من يدي سونر. يهربون معاً. يتبع سونر. يتعين على إليف وبيركاي الاحتماء والاختباء في مكان ما. بينما تهدد ييلز ملاك، يدخل إمري الغرفة. على الرغم من أن إمري يشك في الوضع، إلا أنه لا يستطيع معرفة الحقيقة. تزداد حالة ملاك خطورة وتتوقف عن الأكل والشرب. يحاول خيران معرفة الحقيقة من ملاك. ييلز يمنع ذلك. تدرك هيكران أن ييلز هي السبب في مزاج ملاك السيء، لكنها لا تعرف كيف تعبر عن ذلك لإمري. تعلم نورتن أن الأمور لا تسير على ما يرام في الشركة القابضة. إنه لا يريد أن يعرف إمري بهذا الموقف عشية الخطوبة. نورتن تجلب مصممة أزياء إلى القصر لتصميم فستان خطوبتها. نظراً لعدم وجود ييلز هناك، فقد طلب من هيكران أن يكون عارضة أزياء. وبينما تغضب ييلز من هذا الموقف وتقوم بقص الفستان، يدخل إمري الغرفة.
يندفع كريمان للعثور على المال عندما تنقطع الكهرباء عن المنزل. بيركي يلتقي إليف في دار الأيتام. أليف لا تتوقع هذا. عندما يفشل بيركي في محاولاته للتقرب من إليف، يقرر شراء المعجنات. يضع سونر رجاله خلف إليف. بيركي يحيد رجال سونر وينقذ إليف. هناك تقارب بين إليف وبيركي. ترى إليف هذا الموقف بينما يأخذ كريمان المال من بيركي. بينما يقود أمري هيكران إلى المنزل، يتجول سونر ورجاله كتهديد. يليز سعيدة جدا بإعلان الخطوبة. إنه يتصرف بالقرب من أمري في كل فرصة ويعمل كوزير لهيكران. يريد هيكران التحدث إلى أمري وحل الموقف بسبب صمت ملك وتعاستها. في هذه الأثناء تبدأ يليز واو عليا في التخطيط للخطوبة. تشعر يليز بالقلق من قول ملكي الحقيقة لأمري. بينما تهدد يليز ملاك مرة أخرى، يدخل أمري الغرفة. يستمر البرود بين إليف وبيركي. يريد بيركي اغتنام كل فرصة للتحدث مع إليف. بناء على المعلومات التي تلقاها من بيركي درويش، قرر الذهاب إلى دار الأيتام. يصل سونر إلى كيريمان نتيجة عمليات البحث التي أجراها. إنهم يتحققون مما إذا كان هيكران يعرف شيئا عن كيريمان سونر. بينما كانت الدعوة جارية، أرادت ملك أن تكون يليز والدتها اللطيفة. على الرغم من أن يليز تضغط على أمري للإعلان عن الخطوبة، إلا أنها لا تستطيع تحقيق هدفها. صمت ملك يقلق هيكران وأمري. بغض النظر عما تفعله هيكران، فهي لا تستطيع إقناع ملاك بالتحدث أو اكتشاف مشكلتها. أمري ينتقد يليز لجعلها الخطوبة أمراً واقعاً. يهدد يليز بمغادرة القصر. تم القبض على بيركي من قبل إليف. على الرغم من أن بيركي يكذب لإنقاذ الموقف، إلا أنه يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان قد فهم الحقيقة أو تعلمها. سونر يبحث عن هيكران. كريمان وأليف قلقان بشأن سونر. هل سيرى أمري سونر عندما يوصل هيكران إلى منزله؟ يخبر أمري ضيوفه أن هيكران هو مقدم رعاية ناجح جدا ساعد ملاك على التحدث مرة أخرى. تضع يليز خطة وتهدد ملاك وتجعلها تقول إنها تريدها أن تكون والدتها اللطيفة. يعتقد كريمان أن إيبو سرق أمواله. وجد إيبو في متجر الدرويش. تزداد شكوك درويش عندما يرى جلال يضرب رجلا. تعمل أليف كنادلت في الحفلة. لقد أصبح التوتر الناتج عن المواجهة الظلية مع بيركي أمرا من